كابتن علاء ميوب الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. ومباراه سهله في متناول بدايتها، ثلاث نقاط مهمين جدا، يبقى انت كده اول الدوري وان شاء الله تكمل لنهايه الدوري يا رب ان شاء الله. ما كانش فيها صعوبات خالص النهارده مباراه، النادي الاهلي كان متفوق في كل حاجه بدنيا وفنيا وفرديا وجماعيا وتهديفيا، والمباراه كان الكلام ده بين الشوطين بقت سهله جدا، في 15 دقيقه كانت 2-0 فالامور كانت تماما منتهيه. يعني فريق المخصة لعب على قد امكانياته، اتكلمنا بالشوطين بسرعه ان هي دي الامكانيات اللي موجوده، يعني ما تطلبش اكتر من كده. بس كان يعاب عليهم في الشوط الاول ان هو حتى الرصه الدفاعيه اللي حصلت الشوط الثاني ما كانتش معموله الشوط الاول. لكن النادي الاهلي ما اعتقدش كانت فيه صعوبه في المباراه النهارده، نتيجه واعتقد الاداء هدي شويه من النادي الاهلي في الشوط الثاني. مهما بص يا ايمن، هي ما تعرفش الجينات ولا ايه فيك او ما تعرفش، هو عاده يعني 3-0 مهما اتكلمت بين الشوطين وتحمس اللعيبه مش هيبقى الاداء زي البدايه بداية. مش هيبقى الاداء اللي هو انا عايز اجيب جول انا عايز اجيب جول فجبت 3 الى حد ما انا هديت حتى من الناحيه البدنيه، هديت شويه انك انت داخل على مباراه كتير جدا جدا جدا، حتى اللعيبه يعني برضو في ذكاء شويه من اللعيبه مش عايز يبذل مجهود زياده، خصوصا المباراه المنافس ما فيش اي خطوره، ما نستلش اي حاجه، ما فيش اي تغيير، ان هو بس دافع شويه اكتر من الشوط الاول. لكن المباراه في المتناول في النادي الاهلي وما كانش في اي صعوبه بالنسبه لها خالص. لكن اهم حاجه في كل ده ثلاث نقاط مهمين، رجعت معظم لعيبتك اللي هي كانت بعيده شويه اخر مباراه كلها النهارده، ما فيش حد اتصاب الحمد لله النهارده. يمكن محمد محمود النهارده بسطت جدا، شفته الوقت قليل لكن انا بتمنى اشوفه على طول في الملعب، لعيب ممتاز وبتمنى ياخد فرصه كبيره. الهدف اللي جابه زياد طارق حلو قوي، حتى لو الهدف يعني لا هو الهدف مش حلو، الهدف سهل جدا، التحرك حلو قوي بتاعه، التحرك حلو لكن هو هدف حلو ليه ايمن، ليه هو كلاعب يلعب في النادي الاهلي وينزل النهارده اخر الوقت ويحرز هدف، بالنسبه له دي بتعليه، بتدي له خطوات زياده يبقى موجود في فريق اول، الهدف بيدي ثقه. لكن الامور كلها النهارده ما اعتقدش كان في اي مشكله لعيبه النادي الاهلي، النتيجه كويسه 4-0 مفيش اصابات، مجهود ما بذلش مجهود كبير قوي، طمنت على معظم لعيبتك، حتى حسام حسن لما نزل تحرك كويس وكده، يمكن جات له كوره هارد لك اللي هي جت في القائم. فالامور النهارده انت استفدت من المباراه كلها الحمد لله، واهم حاجه زي ما انت قلت ايمن مفيش اصابات الحمد لله. اي انت اللي بتتمناه الفتره القادمه ان شاء الله صحيح، مفيش اصابات لعيبه النادي الاهلي، انك عندك المباريات متلاحقه بطريقه مش طبيعيه.